القانون المالية لسنة 2019 يعني عنده توجه اجتماعي وتضامني، وتمت الهيكلة ديالو حول ثلاث محاور. أولا الدعم ديال القطاعات الاجتماعية فيما يخص التعليم والصحة والتشغيل، وخصصنا له ميزانية إضافية مقارنة مع سنة 2018 ديال 7 ملايير ديال الدرهم. ويعني فيما يخص المناصب 15,000 منصب جديد اللي تخصص لميدان التعليم، و 4,000 منصب جديد في ميدان الصحة. وفيما يخص يعني المحور الثاني فيتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهنا كاين واحد العدد ديال البرامج اللي كيس من المغرب اللي يعني رفعنا من الوتيرة ديالها، وخاصة برنامج تيسير اللي الهدف الأول منه هو تقليص الهدر المدرسي اللي هو أفة في المغرب، وكيبلغ 270,000 يعني تلميذ اللي كتغادر المدرسة ولا الإعدادي في هذا الوقت، وغادي يتم التقليص ديالو تدريجيا بمساهمة يعني هذا البرنامج ديال التيسير اللي كي هو مساعدة للعائلات ديال التلاميذ باش يبقاو يمشيو للمدرسة، وغادي يهم 2 ملايين ديال التلاميذ ابتداء من هذا الدخول المدرسي. فيما يخص يعني نقاط أخرى أو برامج أخرى، فكاين يعني واحد رفع من الميزانية المخصصة لكل ما يتعلق يعني بالمطاعم وهذا اللي ديال التلاميذ، وفيها 600 مليون درهم إضافية حتى هي مقارنة مع السنة الماضية. وفيما يخص المرحلة الثالثة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فخصصنا لها ل5 سنوات مقبلة ميزانية سنوية ديال 1,800,000,000 درهم كمثمن يعني المساهمات ديال الميزانية ديال الدولة. في المحور الثالث وهو يعني رهان اللي دايرينه في المستقبل هو على دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار. وفي هذا الباب يمكننا يعني نذكروا بواحد العدد ديال القرارات اللي اتخذت فيما يخص اولا التصفية الكاملة للدين على القيمة المضافة اللي كما كتعرفوا كان بلغ 40 مليار ديال الدرهم، وفي يعني خلال اشهر قادمه ما يبقى والو، نصفيوه كله تماما. ثم يعني تقليص اجال الاداء فيما يخص كل يعني المحاور ديال الدوله، سواء الدوله او الجماعات الترابيه او ما يخص مؤسسات والمقاولات العموميه. والنقطه الثالثه هي انه الدوله غادي دير واحد مجهود استثماري يعني متميز هذه السنه بزياده 5 ملايير درهم مقارنه مع السنه الماضيه، بحيث كانت عندنا 68 مليار وندوزو 73 مليار درهم في هذه السنه. وإلا خدينا الاستثمارات المجمله يعني اللي ندخلوا المؤسسات والمقاولات العموميه غادي نبلغوا 195 مليار ديال الدرهم. ويمكن نزيدوا نقطة مهمة فيما يخص يعني هذا الباب، هو أنه كاين يعني غادي نسرعوا من الوتيرة ديال استعمال آلية جديدة اللي هي ديال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وغادي يتم يعني واحد يعني الغلاف مالي ديال 12 مليار درهم اللي غادي يتم التعبئة ديالو عبر هذه الآلية.